سفوح الجبال وجد اليماني مكانه للعيش منذ الأزل، قلاع حصون وقصور. هنا في قمة جبل صبر تتربع قلعة القاهرة التي تطل على مدينة تعز من ارتفاع يقدر بألف وخمسمائة متر عن سطح البحر. يعود بناء هذه القلعة إلى ما قبل الإسلام، إذ كانت تعرف بتعز القديمة، وأعيد بناؤها في عهد دولة الصليحية في النصف الأول من القرن السادس للهجرة. تعتبر قلعة القاهرة من أبرز معالم مدينة تعز، بما تمثله من بعد حضاري يعكس عراقة الفن المعماري القديم. وتبدأ تكوينات القلعة بطريق مرصوف بالحجارة يصل حتى قمة القلعة، بالإضافة إلى القصور المنتشرة حول القلعة وحدائق معلقة وأحواض مائية منحوتة في الصخر، وحصون مبنية في واجهة الجبل وأسوارها الشاهقة التي ترتفع لمئة وعشرين مترا بسمكة أربعة أمتار، وتحتوي على وحدات خدم وغرف حراسة بعضها لا يزال قائما حتى اليوم. القلعة التاريخية استخدمت دار حكم في العهد الصليحي فالرسولي، من ثم مركزا عسكريا وإداريا خلال العصر العثماني، من ثم تحولت لسجن خاص بالأئمة حتى قيام الجمهورية. قلعة القاهرة اليوم تعد صرحا أثريا ومتحفا مفتوحا يملأه الزوار من كل مكان، ويعد أيضا قبلة للسياح وعشاق الفسحة في الأماكن التاريخية والأثرية.